طبعا وقبل كل شيء اشكر حضراتكم على استضافتي النهارده، وان شاء الله يعني تكون محاضره مفيده لينا جميعا، واتمنى تكون المناقشه افيد ليا كمان في اخر المحاضره. في الاول واشكر المهندس عمر والمهندس احمد وباشمهندس محمد وباشمهندس مصطفى محمود على استضافتي معاكم النهارده. صراحه بماريبيا مشروع عظيم، اتقابلت فيه مع باشمهندس عمر من زمان قوي، من حوالي 10 سنين في دبي، بس ما اعرفش اذا كان هو يفتكرني ولا لا. كان هناك مكتبنا في دبي مع المهندس طاهر شريف. الاول اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم المهندس محمد علي، خريج هندسه انتاج اسكندريه دفعه 2005. يمكن كنت بحب الكمبيوتر من قبلها بزمن، من اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، فحبيت ادخل الاثنين مع بعض، فتخصصت في مجال الانجنييرنج سوفت وير، بحيث ان انا اجمع افضل ما في العالمين يعني. لان لاحظت في فتره من الفترات ان الناس كاندستري فيها بتوع السوفت وير مش فاهمين صناعه، وبتوع الصناعه مش مقبلين قوي على موضوع السوفت وير، وبالتالي البرامج اللي موجوده في السوق مش بتحقق قوي متطلبات الصناعه، والصناعه يعني بتهمل التكنولوجيا اللي موجوده في السوق. يمكن لحد النهارده الموضوع دوت لا زال فيه ستراجل، ولكن اخف بكتير مما كان عليه من 15 سنه او من 20 سنه لما فكرت ادخل في المجال. محاضرتنا النهارده عن بيم فور سي فابريكيتورز. الحديد من العناصر القوية جدا اللي موجودة على الأرض، وإن كان من الغريب إن الحديد دوت يعني هو في حد ذاته كمادة مش بالقوة اللي احنا متصورينها، ولكن لو ضفنا له لحد 0.02% من الكربون بتتضاعف تقريبا قوته وتحمله، وبنشوف له الخصائص اللي احنا بنشوفها يعني. وحاجة غريبة إن نسبة صغيرة جدا من مادة زي الكربون ممكن يكون ليها هذا التأثير على الحديد. وعلى الرغم ان البشر اكتشفوا الحديد وبدأوا يستخدموه في بعض الأدوات البسيطة من سنة 3000 قبل الميلاد، إلا إن ما بدأش استخدامه بشكل واسع إلا من سنة 1200 قبل الميلاد لسنة 600 قبل الميلاد، في عصر بيسموه العصر الحديدي. وعلى الرغم من كده، وبعد حوالي 4700 سنة تم افتراض الحديد كمادة إنشائية ومادة نقدر نستخدمها للإنشاءات في أول جسر اسمه الـ Iron Bridge أو Coal Brookdale Bridge في لندن. الجسر دوت كان مصنوع من الحديد، كان لسه البشر في الفترة دي ما تعاملوش قوي مع الصلب، وما كانوش وصلوا للتكنولوجيا بتاعت الصلب. الصلب ما بدأوش يتعاملوا عليه غير بشكل إنشائي غير مع سنة 1885، وأول مبنى عالي يتبنى من الحديد اللي هو اللي كان عامله المهندس والمعماري ويليام لبارون جيني. كان عمل أول مبنى سكني مكون من 10 أدوار سنة 1885 في شيكاغو، ومن 1885 مع بداية الثورة الصناعية وتركز الناس في المدن وغلاء سعر الأرض وحاجة الناس للتوسع الرأسي في المباني، لحد 2009 مع بناء أعلى مبنى بناه البشر على سطح الأرض حتى الآن وهو برج خليفة. كان ده بيوضح قد إيه التطور اللي حصل كان سريع قصاد ال 4700 سنة اللي فاتوا. سوري. ولكن اللي حصل من أول 1885 كان ويليام لبارون جيني كان واحد من الناس، كان هو المعماري وهو الإنشائي وهو المصمم، من الآخر هو كان الرأس المدبرة للموضوع كله وكل المعلومات في دماغه، وعمل التصميم والناس بنت خرمت ولحمت ورصت في الموقع، وبنى إنشاء وبنى مبنى كان ساعتها من الحاجات الأيكونيك في العالم كله، اللي كان أول مبنى يتبنى بهذه الطريقة. لكن اللي حصل بعدها في 2009 إن شركة سامسونج مع بي 6 مع أرابتك
مع مجموعة كبيرة تانية من الشركات، اشتغلوا مع بعض علشان يبنوا هذا المبنى. الناس دي كلها ما بتتكلمش لغة واحدة، مش من نفس البلد، ما اشتغلوش على نفس الستاندرد، مش خريجي نفس الجامعات. آلاف من الناس، آلاف بشكل حرفي، اشتغلوا علشان يوصلوا لهذا الإنجاز. التواصل ما بين الناس دي وبعضها كان من الأهمية اللي مش مدركينها بس دلوقتي، الناس عارفينها من زمان، لدرجة إن في سفر التكوين لما بيحكي عن برج بابل كان بيقول إن الناس لما فكروا إن هم يبنوا مبنى علشان يوصل للسماء، فاتغيرت ألسنتهم ونزلت عليهم اللغات، بقوا بيتكلموا بلغات مختلفة علشان ما يقدروش يتواصلوا مع بعض، وبالتالي المبنى ما يكملش. وفعليا تاريخيا المبنى ما كملش. اللي احنا شايفينه ان من زمان قوي الناس فاهمة قيمة الكوميونيكيشن وقيمة الانفورميشن في العمل، ولكن مش معنى ان هو ده اللي كان موجود ساعتها او كانت المعلومه دي معروفه ساعتها ان هي كانت المحرك اللي بيحرك الناس في تطوير تكنولوجي معين. ومن هنا بدات حاجه اسمها، يمكن سمعنا عنها كتير، اسمها الثوره الصناعيه الرابعه، وهنتكلم عن الثورات الصناعيه في السلايد الجاي ان شاء الله. ولكن ان برضو على الرغم من ان فكره البيم كانت موجوده من سبعينيات القرن العشرين، سنه 1970 كان في برامج شغاله بكونسبت البيم، ولكن ستيل ما كانش ليها تاثير فعلي على عمليات البناء، ما كانتش مستخدمه بشكل كبير. النهارده احنا بنتكلم ان مصر لسه مطلعه الكود البيم قريب، احنا بنتكلم في القرن 21 خلاص. فمش معنى ان التكنولوجيا موجوده ان هي خلاص الناس بدات تستخدمها. لازم يكون عندنا احتياج، ويكون عندنا والتكنولوجيا نفسها تكون متوفرة. الثورة الصناعية هي ثورة الرابعة تحديدا، هي ثورة المعلومات اللي بتتكلم عن الانترنت اوف ثينجز، سيستم انتجريشن، الكونكشن ما بين الناس وبعضها، البيج داتا والكلاود كومبيوتنج. البيم ما هي الا وجه من وجوه الاندستري 4.0 او الثورة الصناعية الرابعة، وهي دور المعلومات في خلال عملية البناء. في الثورة الصناعية الأولى كان بدأت باكتشاف أو باختراع جيمس وات المحرك البخاري، وبدأ منه القوة الاستعمارية اللي ظهرت، وده أدى قوة توسعية كبيرة جدا للدول التوسعية اللي انتشرت من اول اوروبا لحد حدود الهند الشرقيه الناحيه الثانيه. يعني الثوره الصناعيه الثانيه كان بدات في الربع الاخير من القرن 19، وظهر فيها اسامي ناس كبيره جدا زي جراهام بيل، زي توماس اديسون، زي كارل بينز، ودي كانت بتتكلم عن الماس برودكشن، ان احنا بقى عندنا ناس كتير ومحتاجين بضاعة كتير، محتاجين منتجات كتير عشان توفر احتياج الناس دي كلها، وفي نفس الوقت الناس دي عايزة أشغال تشتغل فيها. فكان توفر الناس وتوفر المعدات أدى إلى حدوث الثورة الصناعية الثانية. مع الثورة الصناعية الثالثة، ودي اللي في ناس لسه عايشين فيها لحد دلوقتي، هي ثورة الإلكترونيكس والآي تي سيستمز، مع اختراع الترانزستور. اختراع الترانزستور ادى الى تواجد طفره فظيعه في علوم الكمبيوتر، وظهور البي ال سي اللي خلى ولاول مره في الكترونيك كنترول على الصناعه، وتلاها بعد كده الثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا بادئين فيها دلوقتي، السايبر فيزيكال سيستمز، وهي إن المعلومات بتتحول لأفعال. عندنا آلات بتقدر تاخد المعلومات دي وتحول المعلومات دي لأفعال، بتحولها لصناعات.
يمكن نقدر ننتقل بعد كده للبيم، لو في حد يعني اعتقد اغلبنا سمعنا عن البيم او تعاملنا معاها بشكل او باخر. والجراف اللي على الشاشه دوت جراف مشهور جدا، ناس كتير قوي بتشتغل بيه، وبيوضح الفرق ما بين عمليه الايفورت في عمليه ان انا لو بنيت باستخدام البيم تكنولوجي قصاد ان انا ابني بالطريقه التراديشنال. وبيظهر الفرق ده خصوصا في المرحله الاولى، في مرحله البري ديزاين، في مرحله السكيماتيك دروينجز او السكيماتيك ديزاين والديتيل ديزاين او الديزاين دروينجز، وبعد كده مرحله الكونستراكشن دوكيومنتيشن. بعد ما بذلت المجهود ده كله في الاول ببدا مجهودي يقل او اللود اللي على الطاقم الفني بتاعي يقل، لان هو اوريدي بدا ادى المجهود بتاعه كله والشغل بتاعه اللي عمله في الاول بدا يؤتي ثماره. في حين ان في الطريقه التراديشنال بالشغل الكاد العادي او باللوح العاديه انا مش متوفر عندي غير الرسومات اللي موجوده والدوكيومنتس اللي موجوده، ما فيش عليها انفورميشن، المعلومات الكامله مش متاحه. وبالتالي اي تغيير بيحصل بعد كده بضطر ان انا اعدل مانيوال او اعدل بشكل يدوي في كل الدوكيومنتس المتصله بكده، ومجال الخطا البشري هنا رهيب، وبالتالي الكوست بتزيد قوي مع الوقت. وهل بيحصل تغيير في مرحله الكونستراكشن دوكيومنتيشن؟ اكيد. مفيش مشروع شفته في حياتي الا كان بيحصل فيه تغييرات حتى بعد ما يبدا الصب وبعد ما يبدا البناء كمان. طيب في المرحله الاولى دي، المرحله اللي احنا اشتغلنا بيها، فضلنا ان احنا نشتغل بيم، وهنا في يمكن في بيم اريبيا كان في مئات المحاضرات اللي بتتكلم عن البيم وتاثيرها وفوائدها، وكان الكلام دايما عن ان المنطقه المرحله اللي في الاول دي هي مرحله دروباك، ان انا بحط فلوس كتير في المشروع في اوله وده بيأذي الكاش فلو بتاعي، لان انا بحتاج فلوس في الاول قبل ما ابدا. ولكن لما ابص للموضوع بوجهه نظر اكبر او بوجهه نظر اشمل، ان انا مش مجرد مكتب فني، انا عندي منظومه كبيره، والمشروع مش هيخلص غير لما كل جزء في المنظومه دي يؤدي دوره. ومن اهم الاجزاء في حاله ان انا ببني ستراكشر ستيل بيلدينج، عندي الفابريكيشن. في المرحله الاولانيه لما انا وصلت بدات في مرحله الكونسبتشوال ديزاين اللي هي المرحله الثانيه كمالك للمشروع، انا محتاج اعرف المشروع ده هيكلفني قد ايه. وفي المعتاد انا لا امتلك الفابريكيشن شوب، فانا عايز اعرف الراجل الفابريكيتور صاحب المصنع او صاحب ورشه الصلب اللي هيشتغل لي المشروع، الموضوع ده هيكلفني كام علشان اقدر ادرس الشغل، ادرس التكلفه بتاعتي اصلا، واشوف الفيزيبيليتي بتاعت المشروع، واشوف الكاش فلو اللي انا قلقان منه دوت هيعمل لي ايه. طيب لو انا كل اللي كان معايا شويه لوح، وهنرجع تاني للشارت اللي ورا، اللي كان معايا شويه اللوح بتاعه السكيماتيك دروينجز او السكيماتيك ديزاين، مفيش فيها حاجه تانية، هل ده هيدي معلومه كافيه للراجل بتاع الستيل فابريكيتور ان هو يقدر يديني اكيوريت استيميت؟ الحقيقه لا. الحقيقه ان في المرحله دي لو انا عندي مجرد سكيماتيك ديزاين، سكيماتيك دروينجز كات 2 دي، انا هقعد ناس عليها هناك يشتغلوا كوانتيتي سيرفي ويطلعوا فين الكاميرات وفين العمدان ويشوفوا في كام طن ويفترضوا انواع كتير من العمليات اللي هتتم علشان في الاخر يقدر يدي سعر بالطن او بالعمليه بالتقريب، وغالبا ما بيكونش قريب قوي من الحقيقه. طبعا اساتذتنا الاستيميتورز عارفين شغلهم كويس جدا، ولكن احنا بس عايزين نسهلهم الدنيا شويه. هنرجع تاني هنا. طيب دلوقتي الفابريكيتور خد الداتا بتاعته كامله، خد بيم موديل ما فيهوش كونكشنز، ولكن في الممبرز الاساسيه في تقاطعات للممبرز دي. من خلال الممبرز الاساسيه والتقاطعات ما بين الممبرز دي بيقدر يتعرف على
الاوزان اللي عنده ايه، اشكال القطاعات اللي موجوده ايه، يقدر يعرف منها الحاجات دي موجوده في السوق المحلي ولا لا، يقدر يعرف منها الحاجات دي حتى لو هيشتريها هيجيله في قد ايه، هيقدر يعرف وهيسلم امتى. الكلام دوت بمجرد ان هو بيفتح الموديل عنده يدخله على برنامج في خلال يوم بالكتير كان طلع بيطلع الاستيميت بتاعه. التقاطعات اللي ما بين الممبرز المختلفه وبعضها اقدر اعمل عليها جينيريك كونكشنز توصل ما بينهم وبين بعض يديني تقريبا انا هحتاج اقطع قد ايه، هحتاج الحم قد ايه، وبالتالي الليبر كوست والماتيريال كوست حتى بالتقريب اجمالي المسامير اللي هحتاجها للمشروع بقدر اعرفها من غير ما اقارن ما بين المشروع دوت ومشروع عندي قديم في الهيستوري. ودي الطريقه اللي غالبا الناس بتسعر بيها، ان انا بيبقى عندي مشروع مشابه للمشروع ده انا فيسته قبل كده فتكلفته بتبقى تقريبا عامله كده وبضربها في فاكتور الانفليشن وكده. ولكن مع البيم حتى لو المشروع ده اول مره في حياتي اشوفه بموديل بسيط مبذول فيه مجهود شويه هقدر ارجع للاونر او المين كونتراكتور الداتا بتاعته او السعر اللي هو عايزه في اسرع وقت ممكن، وبالتالي انا هخلص شغلي بسرعه وهو كمان هيخلص شغله بسرعه. بمجرد ان يجي لي الديتيل ديزاين، طبعا في حاله ان انا اورد المشروع ليا خلاص هيجي لي الديتيل ديزاين او الرسمه التفصيليه للمشروع حتى ولو كان فيها بعض الحاجات الناقصه، ما عنديش الكونكشنز مثلا، الناس ما عملوش لسه ديزاين للكونكشنز ولكن عندي ديتيلد ديزاين، ديزاين معروف انا عارف السكاشن اللي محتاجها قد ايه بالظبط. قبل ما هو يخلص حسابات الاناليسيس بتاعته الاستريسز اللي هتكون موجوده على الكونكشنز ممكن انا اعمل بري بيرتشز للماتيريال الاصليه، الكاميرات والعمدان، انا هشتري اي بيمز عامله ازاي، الستيل جريب بتاعها ايه، هشتري السكشنز نفسها اللي موجوده، هل هعملها هوت رولد، هاخد ديسيجنز هنا انا هعملها هوت رولد ولا هعملها مثلا بيلت اب سكشنز، ان انا ممكن لعدم توفر حاجه زي كده في السوق المحلي مثلا قطاعات معينه ممكن اضطر ان انا اعملها بيلت اب سكشنز، واتواصل مع الديتيلر في الوقت المناسب ان انا اقدر اتفق معاه على هذا الاتفاق بيفور ات واز تو ليت، قبل ما يكون خلص كل شغله على ان انا هشتغل على هوت رولد وبعد كده يفاجئ ان انا هعملها بيلت اب سيكشنز ونبدا ندخل في يعني في دوامه من الدوكيومنتيشن والابروفلز والار اف كيوز. الكلام ده بيتم على مجموعه من السوفت ويرز الخاصه بصناعه الستيل فابريكيشن، يمكن اغلب الناس ما اتعاملتش معاها وبعض الناس ممكن تكون اشتغلت عليها، ولكن البرامج دي بيعملها بعض الشركات. احنا عندنا في مثلا تريمبل باور فاب، عندنا افيفا فابترول، عندنا في مجموعه تانية من البرامج زي كونسترو ستيل، في ثروي ماي اس، مجموعه كبيره من البرامج تقريبا كلها بتحقق الغرض المطلوب بشكل او باخر، وده يمكن وقت رحلتنا جوه الستيل فابريكيشن شوب. في الستيل فابريكيشن شوب عندي تقريبا خمس سكاشن او خمس اماكن او خمس محطات اساسيه. في محطات بقف عندها ومحطات بتكون هي اللي ماشيه معايا. اول مرحله هي الاستيميتنج اللي اتكلمنا عليها. او المحطات كلها عباره عن الاستيميتنج، البرتشيزنج والماتيريال كنترول، عندي الدروينج اوفيس او التكنيكال اوفيس، وعندي الفابريكيشن او الورك شوب نفسها اللي هم تقدير التكاليف، المشتريات والخامات، المكتب الفني وورش التصنيع. والسكشن الخامس اللي بيتحرك معايا في كل الخطوات هو الكواليتي كنترول. لو بدأنا بالاستيميتنج، ففي الاستيميتنج بما ان عندي الممبرز موجوده فانا مش هحتاج ان انا اتخيل او اقدر هم هيكونوا قد ايه، انا عارف بالتقريب المبنى كله هيكون كام طن وعدد الاليمنتس اللي فيه قد ايه وعدد الايتمز اللي موجوده قد ايه ونوع الكونكشنز تقريبا اقدر افترضها، وبالتالي اقدر اعرف مثلا انا هستخدم انهي مكن،
يعني لو انا عندي الممبر مثلا تخانات 10 مللي ولا 12 مللي ولا اتش اي 400 ولا اتش اي 200، الحاجات دي بتحدد نوع المكن اللي انا هستخدمه. هل هستخدم مثلا شيرز ولا هستخدم بلازما؟ دي ليها سرعه ودي ليها سرعه. طبيعه القطعات هنا ليها تكلفه وطبيعه القطعات هنا ليها تكلفه، فالموضوع مش مجرد تكلفه خامات وبعد كده بدي لها فاكتور واحط عليه الليبر، لا انا عندي تكلفه التشغيل للخامات زائد ثمن الخامات اقدر احسبها مش افترضها. وده الفرق الكبير اللي بيدهوني التكنولوجي البيم في الستيل فابريكيشن، ان انا بقلل الافتراضات بتاعتي لاقل قدر ممكن. وبما ان عندي المعلومات دي كلها بطلع منها بالشكل اللي عايزه الاونر او الكونتراكتور بتاع المبنى. الناس هل انا هسعر له مثلا يقول لي انا عايز التسعير بالطن، المبنى جاي لي مثلا 1000 طن او حاجه فانا عايز التسعير بالطن. ف وده يعني نورم في الصناعه، يعني التسعير يبقى على طن الحديد، فاقدر احدد منه لو المشروع 1000 طن هيبقى قد كده، لو المشروع بقى 2000 طن هيبقى التسعير بتاعه هيبقى قد كده. فبيديني قدره على ان انا اعمل استيميتنج بشكل بارامتريك كبير. وهنا بناكد على نفس الموضوع، المشروع ده كان مشروع صغير 106 طن، تكلفته بالكامل انكلودنج تكلفه العماله وتكلفه الخامات كانت 2195 دولار على الطن، وكان هيحتاج 902 ساعة شغل. منه للدروينج او التكنيكال اوفيس. في بعض المراحل الناس بتشتغل على بتاخد الموديل النهائي او بيسموه ال او دي 400 او الديتيلد موديل. معرفش ناس فاميليار بفكرة الليفل والديتيلز، ولكن ده بيكون موديل اللي هو الموديل التصنيع. الموديل ده ممكن يسلمه لي المكتب الفني للمين كونتراكتور، او في بعض الاحيان بيتعمل على عندي في الستيل شوب ان الطاقم الفني بتاعي هو اللي بيعمل التفاصيل الصغيره وبيعمل اللحامات والكونكشنز ما بين الناس وبعضها وما بين ما بين الممبرز الاساسيه وبعضها، بيزود الاستيفنرز، بيحط السبورت ستراكشرز في بعض الاحيان، لان الحاجات دي من الحاجات الاساسيه. انا ممكن احتاج حاجه هعمل ستراكشر مش موجود في المبنى الاساسي ولكنه هيكون موجود علشان المبنى الاساسي ينفع يتعمل وبعد كده بفكه، ولكن كل ده بيدخل عندي في التكاليف. وده بيظهر هنا في مع بناء الموديل الرئيسي او الموديل التفصيلي او ال LOD 400، وده بيقوم بيه المكتب الفني سواء اشتغلنا باي سوفت وير من الحاجات بتاعه الشركات الكبيره اوتوديسك، تريمبل، بنتلي، يمكن اغلبنا فاميليار بالنوع ده بالذات من السوفت وير. وصلت لان انا اعمل الديتيلد موديل. الديتيلد موديل زمان قبل البيم كان بيتعمل، بس ما كانش بيتعمل موديل، كانت بتتعمل لوحات تفصيليه لتفصيل الحديد. ولكن هنا هقدر اعرف لو في مشكله ما كانتش ظاهره في الموديل اللي جاي لي اللي هو الموديل ليفل ال او دي 300 مثلا يعني، ولو كان وصل ان في بعض الاحيان شفتها يعني ان البرنامج بيقول لي ان الموديل سليم وكويس وكل حاجه، بس في صاموله هنا مش هينفع تركب لان ايد العامل مش هينفع تدخل تمسك المفتاح وتربط صاموله في المكان دوت في مكان التركيب، وبالتالي بحتاج ان انا اعمل تعديل في النقطه دي. هل ان واحد ممكن يعمل حاجه زي كده في 2 دي دروينج في مشروع مثلا بنتكلم في 5000 لوحه؟ ده ما هواش مشروع بالضخامه يعني، صراحة أشك. فحتى ولو اكتفينا بالنقطة جرافيكال بس، ودي ما تديش نقطة في بحر في تكنولوجي البيم، إلا إن هي في حتة المكتب الفني بتفرق معاهم كتير جدا جدا جدا، وبتوفر مشاكل كتير جدا وري وورك كتير جدا بيحصل في السايت بعد كده. طيب أنا دلوقتي بقى عندي الخامات، أنا عارف أنا هعمل إيه وعارف العمليات اللي هقوم بيها ايه. اقدر
اخطط شغلي واخطط مشروعي ككل، يعني اخطط الشغل ان انا هوزع الشغل على المكن، انا عارف الكاباسيتي بتاعه المكن بتاعي وعارف الاحجام واطوال واشكال الكونكشنز اللي جايه بشكل واضح. ده بيديني قدره ان انا اجهز الورشه لاستقبال الحاجات اللي جايه واعمل اوردرنج للماتيريال علشان ما افاجئش مثلا ان المشروع بدا وان المكنه موجوده وفاضيه وما عنديش ماتيريال ليها، او ان الماتيريال موجوده والمكنه مشغوله في مشروع تاني. البلاننج هنا، او مثلا ان انا هقطع في حاجه معينه في بيم مثلا معينه، ولكن اكتشف ان البيم دي حجمها اكبر من سعه المكنه اللي انا عايز احطها فيها. عايز عندي مثلا بيم دريل لاين مثلا وعايز اخرمه واعمل فيه شويه تخريمات، وارتفاع البيم اكبر من ارتفاع المكنه، فمش هقدر ادخلها. عمري ما كنت هقدر اعرف المعلومات دي من غير ما يكون عندي تصور مجسم للحاجه. قد يكون الموضوع ده واضح بالنسبه ل 10 15 لوحه، ولكن لو بتكلم في الاف اللوح لا، مستحيل، ما اظنش ان في حد يقدر يتخيل حاجه زي كده. وعلشان كده المباني اللي احنا بنشوفها النهارده بالكومبليكيشنز بتاعتها في الشارع حتى دلوقتي، كان مستحيل انها تعمل زمان. تاني حاجه، بما ان عندي تقسيمات كامله للحديد، سواء كان بار او كان بليت، التقسيمات دي انا عارف اطوال وقطعات كل حاجه، اقدر اسكن الحديد دوت في الستوك اللي موجود عندي او القطع المتقطعه دي. ما اعرفش هتبقى باينه هنا ولا لا، الماوس لو ظاهر حاجة زي دي مثلا، كاميرا، وكاميرا زي كده. الستوك اللي عندي عادة بيكون طوله يا 6 متر يا 12 متر حسب الحاجة اللي موجودة وحسب الميل اللي أنا بشتري منها. كاميرا زي كده ممكن تكون أقل بكتير من 6 متر. فأنا هبدأ أسكنها في الستوك بيسز دي بحيث إن أنا أوزعهم بشكل يضمن لي التوزيع باقل هدر ممكن، وفي نفس الوقت ابقى واثق من الخامات اللي موجوده عندي ان انا شغال على ماتيريال بنفس الجريد. لان ما ينفعش مثلا يبقى الستاندرد ان انا شغال ب اس 235 او سوري اس 275 كجريد للستيل، واجي بعد كده طب انا عندي حته اس 235 ممكن تنفع، طب ما ادخلها. لا، التريستابيليتي هنا بتخليني اقدر احدد واجبر الناس اللي شغاله ان هي تشتغل بالجريدز الصح، والجريدز الصح هتكون موجوده عندهم في الوقت المناسب عشان يشتغلوا منها، لان المعلومه عندي من الاول ببساطه شديده. الكلام ده عرفته ليه؟ عرفته لان انا عندي سي ان سي داتا من الموديل. عرفته لان انا عارف السبلاير ستاندرد ستوك سايز، يعني الستوك اللي موجود عند السبلاير احجامه ايه؟ وفي نفس الوقت، ودي نقطة مهمة جدا، ان انا عارف الستوك اللي موجود عندي، ان انا بعد ما قطعت كاميرا زي دي مثلا كان فاضل منها حتة، الحتة دي بتتقاس وتدخل المخزن عندي، مش هتترمي، هتدخل معايا في مشروع تاني او في باتش تاني او في سيكونس تاني علشان ترجع لي. نفس الكلام اللي بيتم هنا بيتم في البليتس. عرفت انا محتاج اشتري ايه، عرفت هطلع ايه من المخازن، عرفت الحاجات الاوف كاتس اللي موجوده عندي اتخزنت في مكان كويس، المعلومه اللي فيها ما ضاعتش، هقدر اطلع الماتيريال المطلوب ان انا اشتريها للمشروع كله، مش المشروع ده بس، لكل المشاريع اللي انا شغال فيها في نفس الوقت في وان اوردر، لان انا في الاخر انا بشتري من ميل، فالميل دي ما يفرقش معاها انا حاطط المشروع الستيل اللي انا هشتريه دوت للجسر الفلاني ولا المشروع الفلاني. انا محتاج ان انا ابص كمشتريات مثلا
ان انا ابص بيرز اي فيو، ان انا ببص من فوق واشوف المشروع اللي عندي دوت هيستهلك قد ايه، او محتاج ماتيريال قد ايه، او مش المشروع ده لوحده، كل المشاريع اللي موجوده وكل مشروع يبقى حاجه زي الماتيريال بتاعته، بحيث ان انا بشتري الحاجه والماتيريال بمجرد انها توصلني بتتسكن على المشروع دوت. التولز المتاحه في البيم فور ستيل فابريكيتورز بتتيح لي ان انا اعمل كده، ان انا اجمع القطاعات المتشابهه من كل المشاريع، ولما اشتريها اقدر ارجع تاني كل مشروع واسكنه على كل ماتيريال واسكنه على المشروع بتاعه. وده اللي بيحصل في الريل تايم انفنتوري كنترول، ان بمجرد دخول الماتيريال عندي للمخازن اقدر اخدها وتتسجل عندي الماتيريال اللي دخلت ايه ودخلت امتى ودخلت على انهي مشروع وطلعت امتى وطلعت فين وراحت على انهي مشروع. هل الجزئيه دي البيم دي اتعملت اتقطعت اتقطع منها ايه؟ الناس بتوع كواليتي كنترول بيفرق معاهم كتير قوي ان هو بياخد في بعض الاحيان الهيت نمبر بتاع الكاميرا اللي جايه او الستوك بيس اللي جايه، ويعرف منها كل الممبرز اللي اتعملت منها، بحيث انه يحدد ان الهيت نمبر دوت اتعمل منه مثلا الكولوم سي 1 هنا والكولوم سي 3 والكولوم سي 8 اتعمل منهم اتعملوا بالكاميرا دي، بحيث او بالباتش اللي جايه بالهيت نمبر ده، علشان لو في اي حاجه ظهرت بعد كده اقدر اتريس يعني مثلا لو حصل كوروجن في السايت ولا حاجه، الناس الحاجه موجوده ومفروض ان هي تكون تريتد، اقدر ارجع تاني للمل اللي انا اشتريت منها الباتش دي بالذات واعرف احاسبهم، يا جماعه المفروض ان ده كان كوروجن ريزيستنت ستيل والستيل ده صدى على سبيل المثال. ونرجع تاني للوركشوب بلاننج. انا خلاص عندي المكان، انا عارف المكان بتاعي وعارف الكاباسيتي بتاعته كويس، ده موجود عندي من زمان، ولكن في نفس الوقت عندي بقى عندي معلومات انا عايز اقطع عليه ايه. البيم هتتاخد هتتقطع هتتخرم، يعني او الستوك بيس اللي هتدخل في الاول هتتقطع هتتخرم، هيتقطع معاها بليت في الناحيه الثانيه، البليت ده ممكن يدخل على شير في الاول وبعدين يدخل على مكنه البلازما، هيتقطع منه بعض الاستيفنرز اللي هتركب على البيم دي علشان تعمل، وبعدين هركب الكونكشن فيها في منطقه التجميع. كل منطقه من دول ليها كاباسيتي تقدر تقطع كام طن في اليوم مثلا، او كاباسيتي من ناحيه امكانياتها هي نفسها تقدر تعمل القطعه دي ولا لا. السوفت ويرز دي بتقدر تعمل لي اوتوماتيك راوتنج او اوتوماتيك روتنج زي ما بيسموها، ان هو على حسب امكانيات المكن عندي، واذا كانت الكاباسيتي بتاعته متوفره ككابابيلتي وككاباسيتي يقدر يوزع الانتاج على المكن بدقه فروع، مش من مشروع واحد، من اكتر من مشروع في نفس الوقت. طلعت من المرحله دي بدات اصنع، باخد كل بيس بقدر اعرف بقى على الموديل من المكن نفسه يعمل فيدباك، ان انا طالما دخل لي الداتا بتاعه السي ان سي بتاعه الكولوم سي 1 انا عملت الجزئيه الفلانيه بتاعه الاستيفنر ده، او قطعت الجزئيه دي على البيم لاين، بيظهر لي على الموديل هنا انا وصلت لفين، هل الجزئيه دي ان بروجريس مثلا، هل الجزئيه دي انا واقف، هل خلصتها وصلت الشحن، لسه في مرحله التقطيع في مرحله اللحام. الحاجات دي بتفرق كتير قوي مع البروجكت مانجرز، ان هم يبقوا عارفين المشروع وصل لفين بمجرد نظره سريعه للموديل او للتري دي موديل اللي موجود هنا. وفي نفس الوقت انا ممكن افتح الكلام دوت للاونر مثلا بتاع المشروع، يبقى عارف انا وصلت لفين، يقدر يديني مثلا يقول لي طب اشحن لي اللي موجود عشان يبقى عارف اللي موجود ايه، ممكن يساعدني ان انا اعمل برايورتيزيشن اكتر بشكل مختلف شويه هنتكلم عنه في الشيبنج، لايه اللي اتشحن للسايت وايه اللي ممكن يستنى شويه. طيب انا اشتغلت وحصل تعديل، حصل تعديل في الديزاين زي ما قلنا، مشكله كبيره. يعني مثلا انا عندي سيركلر كولوم هنا وداخل مع اتنين بيم، وبعدين ديزاينر قال لا يا جماعه احنا محتاجين نزود القطر بتاع الكولوم ده شويه،
هيحصل ايه؟ هيحصل مشاكل كتير. مبدئيا الكولوم ده هيتسكراب، هيدخل عندي في حته تانيه خالص في مشروع تاني، وال الاثنين انجلز دول هيترموا غالبا وهيتفوروا، هيتفور الحته دي كلها، وهنحتاج نقطع في الاثنين بيم دول بس هتفضل موجوده، واعمل اثنين ستيفنر جديده، واعمل سوري واعمل الاثنين انجلز جداد، واعمل التخريمات الجديده دي في الكاميرا، واركب العمود الجديد. طيب بالخيال كده من غير ما يكون عندي الرسمه دي قدامي وان انا ابقى شايف الحاجه دي هيتعمل لها ريورك ولا ولا هعمل لها سكراب كلها الاسمبلي كلها على بعضها، ولا هعمل لها ايه وهتكلفني كام، وطب النقطه دي مين هيشيلها يعني؟ هل دي غلطه مني انا مثلا كفابريكيتور، ولا هرجع بالكلام دوت على الراجل الديزاينر واقول له ان انت عملت تشينج في المشروع، شلت تشينج في السبيسيفيكيشنز، وبالتالي انت ككونتراكتور مثلا او كتكنيكال اوفيس هتتحمل التكاليف بتاع التغيير ده. ففي الكونفليكت مانجمنت وفي التشينج مانجمنت الموضوع دوت بيكون مهم جدا، خصوصا مع تول بتقدر تحسب لي التغيرات دي هتكلفني قد ايه. خلصت. انا عارف الجيومتري بتاعت الحاجه اللي عندي من وانا قاعد في مكتبي كواحد مستخدم للتكنولوجي دي. طيب الجيومتري دي معناها ايه؟ معناها ان انا عارف ان انا هقدر احمل عربيه مقطوره بكذا، المقطوره اللي حمولتها 5 طن حاجه واللي حمولتها 20 طن حاجه تانية، ودي بسعر ودي بسعر. طيب ممكن يكون عندي حاجه اضطر اجيب مقطوره ضخمه ولا لي شيء الا ان هي حجم او الجيومتري بتاعت اسمبلي معينه، ما ينفعش يعني مش هتركب على مقطوره صغيره او عربيه اصغر من كده. القرار ده مش هقدر اخده من غير ما يكون عندي تصور كامل لحجم الحاجات اللي موجوده عندي وانا برصها. لو انا عندي الاف الممبرز زي ما بيحصل في المشاريع العاديه، كون ان الواحد يقدر يلف في كل اللوح علشان يوزع الحاجه، مش مجرد ان هو يحط احمال على العربيات لحد ما يكمل الوزن بتاعها، نقدر نقول في مشاكل كتير قوي ممكن تتحل بسبب حاجه زي كده بالنسبه للناس اللي اشتغلت في الشيبنج واللي اشتغلت في رص الحديد او رص المنتجات على جسم العربيات او التريلات، او ان انا احطها في كونتينرز مثلا باشكال معينه لو انا شغال اوفرسيز. طيب انا هشحن، هل انا عندي حاجه ثانيه كونسترين ثاني يخليني اشحن ايه امتى غير مجرد الكاباسيتي الحجميه والوزنيه بتاعه التريلات اللي هتنقل؟ اكيد كونستراكشن سيكونس وهو ده الاساسي، ده اللي عليه انا بعمل الخطه الانتاجيه بحيث ان ما اخرش السايت، ان ابقى عارف ان الناس اللي هتبني وهتحط الكومبوننتس بتاعتها او هتحط الاجزاء اللي هتتصنع دي سواء في الفاونديشن او هتبني بيها الفريمنج بتاع المبنى، لازم ابقى عارف اوصل لهم الحاجه دي في وقتها. مش هستنى ان انا اقعد شغال مثلا في الحاجه بتاعت الدور الرابع، او اعمل كاميرات مثلا بشكل معين. طب انا هعمل كاميرات المبنى كله وبعدين ابقى اشتغل بعد كده في العمدان مثلا، ممكن تبقى تكون اسهل عندي في الشغل كتوفير للوقت، يعني بعمل حاجات متشابهه مع بعض وعندي ادوار متشابهه، ولكن الكلام ده مش هيحبه بتوع السايد خالص، ان هو يفضل قاعد مساب الناس بتوعه شغالين من غير ما يوصل لهم الحديد بتاعهم. مين اللي يقول لي ان الكونستراكشن سيكونس هو ده؟ لو انا ما كنتش شغال على سنترال موديل من اول الراجل البروجكت بلانر اللي هو بتاع المقاول الرئيسي للمشروع اللي بيعمل كوردينيشن ما بيني كفابريكيتور وما بين الناس بتوع المقاولين اللي هيشتغلوا في الكونكريت مثلا لو في كونكريت في المشروع، الناس بتوع الام اي بي والديزاينرز، الكوردينيشن ما بين الناس دي كلها، لو ما كانش على موديل واضح ما كناش هنقدر نشوف حاجة زي برج خليفة في حياتنا. خلصت المشروع، سلمت المشروع،
وبحاسب. طيب انا ايه اللي يقول لي انا صرفت كام وقدرت التكلفه كام؟ علشان اقدر ابقى صرفت كام لازم يكون في حاجه عماله تحسب ورايا كل مليم بيتصرف على المشروع دوت بيتصرف ايه وفين، علشان اقدر اعدل الاستيميتس بتاعتي بعد كده، اعرف ايه الغلط اللي حصل. لو انا بعمل ابديت للموديل بتاعي بشكل مستمر من خلال كل العمليات اللي بتحصل، ودي من المميزات العظيمه بتاعه البيم، ان انا ما عنديش حدود تقريبا للمودلز او للمعلومات اللي ممكن احطها للمشروع. ويمكن بختلف في ناس، بعض الناس تختلف معايا في النقطه دي، ان في الترجمه العربي للبيم البيلدنج انفورميشن موديل اغلب الناس بتتكلم عنها اللي هي نمذجه معلومات البناء. انا شايفها ان هي بناء نموذج معلوماتي، هو انا ببني ديجيتال استراكشر. عمليه البيم ان انا ببني ديجيتال استراكشر، ديجيتال استراكشر ما يقلش في اهميته عن اي سبورت استراكشر تاني موجود في المبنى بيساعده علشان يقوم، ما يقلش في اهميته عن الريتيننج وولز اللي بحطها على جوانب الارض بتاعتي عشان ما تهيلش، ما يقلش في اهميته عن اي جزء يعني فيزيائي موجود في السايت بستخدمه حتى ولو كان هشيله بعد ما الموديل بعد ما الشغل يخلص. فما بين الاستيميت والاكتوال، التراكنج اللي بيدهوني الموديل هنا بيقول لي الفرق ده جه منين، وهل هو كان في مشكله انا محتاج اعدلها، ولا مجرد انا بتكلم في رينج الفروق العاديه خالص اللي هي نتيجة قدرت حاجة في الأول ما كانتش سليمة بنسبة 100%. طيب إيه المرحلة اللي جاية؟ إحنا شفنا لو دخلنا أي ستيل شوب بنشوف ناس لحامين، وبنشوف ناس برادين، وواحد ماسك حجر وبيقطع في كمرات حديد، وناس شغالة بتقطع في بليتس، وفي نفس الوقت عندنا في مكن بلازما ومكن سي ان سي ومكن ليزر بيعمل سكرايبنج وبيقطع الشيتس وبيقطع بليتس، عندي بيم لاينز وعندي مناشير الكترونيه بتقطع الحاجات، كلام اللي هو من الثوره الصناعيه الثالثه والثوره الصناعيه الثانيه. ولكن حتى الان فالعامل البشري ما زال هو الاسرع. انا شفت روبوتس شغاله في التجميع، شفت روبوتس بتجمع مثلا البي اي بي، بتجمع بتعمل من البليتس بتقطعها وتجمعها على شكل كاميرات كاميرات وعمدان وكده او اشكال مختلفه يعني، جميله جدا. بس مشكلتها ان هي بطيئه، هي لا زالت بتتعامل مع الفيجوال اليمنتس وبتتعامل زيها زي البني ادم العادي وتشوف هتعمل ازاي. الحاجة اللي ممكن الروبوتس تخلصها مثلا في 3 4 ايام، ممكن مجموعة عمال بشوية وناش وكام لمبة لحام هيخلصوا الموضوع ده كله في يوم يعني. طبعا مع فرق التكلفة ومع فرق الأداء، صحيح ان الروبوتس دقيقة جدا، ولكن حتى هذه اللحظة الروبوتس في الصناعة لا زالت بطيئة وما توصلش للليفل بتاع البرودكتيفيتي اللي الناس عايزاه في صناعة دايفرس قوي زي الستيل فابريكيشن. غير مثلا صناعه زي العربيات، صناعه الاوتوموتيفز او العربيات، انا بعمل نفس الحاجه عشرات الالاف من المرات، فانا عندي نفس البرنامج، الديفيشنز بسيطه جدا، بيدخل الروبوت بيلحم جسم العربيه تك، يدخل على المرحله اللي بعدها يركب الكاوتش وهكذا وهكذا وهكذا. لكن في الستيل فابريكيشن تقريبا ما فيش حاجتين شبه بعض، وبالتالي الروبوت محتاج يكون دايفرس جدا 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 لحد دلوقتي. ايه اللي احنا شايفينه في مستقبل حاجه زي صناعه الستيل فابريكيشن؟ هل الحديد نفسه هيفضل كماده، يعني هتفضل الماده المفضله بتاعتنا في الكونستراكشن لحد يعني لقدام؟ هل العامل البشري هيفضل مهم زي ما هو دلوقتي؟
هناخد كل نقطة من دي بالتفصيل، يعني بالتفصيل قوي. طيب ده يرجعنا في الأول خالص، إحنا ليه اللي اخترنا الحديد؟ الحديد من المواد اللي تعتبر نسبياً رخيصة، يعني طن الحديد أرخص بكتير جداً من طن الألمنيوم مثلاً، على الرغم من فرق الاسترينث ما بين الاثنين. الحديد تقريباً دلوقتي كان من 10 ل 12000 جنيه طن على ما أذكر، يعني بالنسبة للحديد اللي هو الاستراكشر ستيل، لو ما تغيرش، ما بصيتش على أسعاره قريب يعني. تاني حاجة الويلدابيليتي، لحام الحديد في الموقع وتشكيله وتقطيعه عملية خلاص احنا بنعملها من مئات السنين، عرفناها كويس جدا، عارفين بنعمل ايه، عارفين بنختار السلك المناسب، عارفين بنختار الغاز المناسب، خلاص درسنا الموضوع والدنيا شغالة بشكل كويس. تالت حاجة والنقطة دي مهمة جدا، الريسايكلينج من ناحية البيئة، ان 100% من المباني المصنوعة من الحديد اقدر اعمل لها ريسايكلينج بالكامل، سواء ان انا اخده واسيحه تاني واعمله من اول وجديد، او استخدمه في منتجات تانية خالص، او حتى لو اتحول المبنى كله بعد عشرات السنين ولا مئات السنين لصدى، فهو رجع تاني للطبيعه، هو ما سببش اذى فظيع على البيئه، يعني زي البدائل اللي موجوده. البدائل المقترحه اللي الناس بتتكلم فيها دلوقتي زي الجرافين مثلا او الفايبر رينفورسد بوليبرز، على تكلفتها الرهيبة في التصنيع وكونها حتى كميكانيكالي في الأحجام الكبيرة لا زالت تحت النظر، يعني ما وصلتش. لما بنتكلم لو صنعنا مثلا من جرافين قطاع كبير، ما بيوصلش للمرحلة ان هو يواجه حاجة زي الستيل، دايما بيبقى موجود في الأقطار الصغير جدا علشان تبان امكانياته وتبان قدرته، لكن في احكام في المباني ما شفتش ان دوت من الحاجات القويه يعني. وتالت ورابع حاجه الامبروفمنت، ان الستيل من الحاجات اللي يعني احنا حسنا عليها كتير ونقدر نحسن عليها اكتر. احنا نقدر نستخدم الوينج اليمنتس تخلي الحديد يتبنى بيه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بنقدر نبني بيه في الفضاء، بنبني بيه في فاكيوم، بنعمل بيه كل حاجه، يعني نحط له شويه كروم وشويه مغنيسيوم مثلا، خلاص بقى ايه، بقى حديد مضاد للانفجار مثلا، بنحط له شويه نيكل وشويه كروم بقى مضاد للصدى، بنحط له بنغير له نسبه الكربون بقى داكتايل، بنحط له نسبه الفانيديوم مثلا بقى حاجه تانية خالص، بقى هارد جدا، بعمل له معالجه حراريه، بغير الخصائص بتاعته، بقى بيستحمل الصدمات، بقى سبرينجي شويه، بيستحمل الزلازل، بقدر اتحكم في الخصائص بتاعت الحديد زي ما انا عايز حسب الابلكيشن. التغيرات دي مش موجوده في ماتيريالز كتير. نرجع للسؤال الاصعب، طب احنا اتكلمنا عن الحديد، الحديد قاعد، طب احنا بقى كناس عمال شغالين برادين ولحامين وناس شغالين بندور سي ان سي والكلام ده، مستقبلنا ايه في الموضوع؟ وبعد ما دورت شويه الصراحه الموضوع ما كانش مبشر قوي. بعد ما جوجل عملت الاي اي بتاعها اللي اسمه ديب مايند، واكيد في ناس تانية عملت اي ايز تانية موجوده، ديب مايند عباره عن ارتفيشال انتليجنس سيستم او نظام ذكاء صناعي بيعلم نفسه بنفسه من الحاجات اللي احنا من الحاجات اللي حوالينا، ومن ان هو بيكرر نفس الموضوع وبيجربه مع نفسه اكتر من مره من غير ما حد يعلمه الحاجه، انا مجرد بقول له قواعدها وهو بيشتغل. اتجرب في العاب كتير، طبعا الشطرنج هو بيغلب الكمبيوتر، بيغلب البني ادم من زمان قوي، لكن حاليا اتعمل منه كذا فيرجن، في الفا ستار مثلا كان بيلعب ستار كرافت 2، كان في الفا تشيس، كان في كذا فيرجن نازل لألعاب كتير بينزل، وصل فيها في كام شهر الكمبيوتر اتعلم وبدا بقى احسن من 98.5% من اجمالي اللاعبين على مستوى العالم، بقى جراند ماستر في كام شهر،
فاحنا نتوقع على السنه الجايه خلاص ما حدش هيقدر يغلبه، هيقدر يماستر التكنولوجي دي بشكل فظيع، ان هو خلاص علم نفسه بنفسه ووصل لمرحله ان هو بقى بيعمل كل حاجه. الفرق ما بين حاجه زي كده وما بين او ابلكيشن زي دي والابلكيشنز القديمه زي الحاجات اللي بتلعب شطرنج، ان انا ما عنديش ليميتس وفي الحاجات اللي زي دي، انا ما عنديش مثلا خمس ست قطع ليهم عدد معين من التحركات وهم دول بس اللي اقدر اعملهم، لا هو بيعلم نفسه بيتوسع وبيشوف حاجات اكتر كتير. معنى كده ان من الممكن ان انا اطبق الكلام دوت في ورش الستيل بطريقه اسمها السوارم كنترول، ان هو بيقدر يتحكم في كل روبوت تصنيع بالطريقه اللي هو بيشتغل بيها على حسب امكانياته، وينسق ما بينهم وبين بعض علشان يوصلوا لاحسن وسيله ممكنه لعمل الستيل ستراكشر. وما اظنش ان احنا بعيد عن ان احنا نوصل لان انه يتعرف على البروسيس ويوصل لطرق احنا يمكن ما فكرناش فيها في يوم من الايام. طب كان من العوائق اللي مخليه حاجه زي كده انها ما تحصلش الكونكتيفيتي، ان انا عندي حاجه بتنقل لي مثلا فيجوالز، ان عندي روبوت في فيجوال سكانر او في كاميرز بتصور الشكل اللي قدامها، بتعمله 3D ليزر سكاننج، وبالتالي بتعرف شكله عامل ازاي وبالتالي بتقدر تتعامل معاه. فبياخد وقت نقل البيانات والتنسيق ما بين الروبوتس المختلفه بياخد وقت. ولكن جالنا 5G، 5G بيديني سرعات لحد 900 ميجا بت في الثانيه، يعني اسرع بكتير من الانترنت اللي واصل عندنا في البيت في مصر وفي اغلب العالم يمكن، يعني لو ما كانش عندنا داتا سنتر. بسرعات زي كده الروبوتس دي هتقدر تتواصل مع بعض، وهتقدر تتواصل مع سوبر كمبيوتر زي الديب مايند، تقدر تديله المعلومات اللازمه وهو يديها الاكشنز اللازمه اللي محتاجه تعملها علشان تنفذ المهمه المطلوبه اللي هو انه يجيب لي الموديل ده وينفذه. فبالمنظر اللي احنا شايفينه من الممكن ان احنا قريب، ما اعرفش خلال مثلا 10 20 سنه اللي جايين، هنشوف قفزه جديده في موضوع الارتفيشال انتليجنس او الروبوتس في عمليه التصنيع بصفه عامه، مش مجرد تصنيع الحديد او عمليات التفصيل بشكل كامل. في نقطه ثانيه كنت نسيت اتكلم فيها في موضوع الماتيريالز، ان الحديد يتغير ممكن بس مش دلوقتي، ممكن في الثوره الصناعيه الجايه ان شاء الله لما يعملوا ثوره في عالم الماتيريالز. وشكرا جزيلا لحضراتكم وفي استعداد لاستقبال اسئلتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا باشمهندس محمد، الله يكرمك باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا للحضره الرائعه. لو في حد عنده سؤال بس يعمل راس هند. باشمهندس أنور. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عندي سؤال باشمهندس بخصوص آخر جزئية ديت. دلوقتي هو إحنا كمهندسين مدني يعني نتأقلم إزاي مع الجزء بتاع الـ Artificial Intelligence يعني اللي هو يعني تقريباً هيقلل عددنا جداً وإحنا كتير وإحنا أصلاً كتير جداً. يعني إحنا أصلاً مش مستحملين. وحاجه زي كده هتقلل المهندسين اللي هيشتغلوا اصلا. يعني اللي بيحصل في كل الثورات الصناعيه ما بين الاولى والثانيه والثالثه ان الدنيا ما بتقلبش مره واحده. يعني اقول لسيادتك حاجه، ايام الثوره الصناعيه الثانيه في اوائلها، مش اوائلها، في نصها تقريبا، ظهر واحد زي ماركوني اللي عمل الراديو وابو الاتصالات اللاسلكيه، تمام. في المرحله دي كان
بدأنا نشوف إن في حاجة اسمها اتصالات لاسلكية. هل هي كانت دوميننت؟ ما حصلش، ولكن إحنا بدأنا نشوفها وبدأت الإرهاصات ليها من ساعتها. فكان الناس قدامهم من أول نص الثورة الصناعية الثانية لحد الثورة الصناعية الثالثة علشان يفهموا ويتعاملوا على إن في هيحصل حاجة اسمها اتصالات لاسلكية. بس هل الاتصالات اللاسلكية لغت الاتصالات السلكية؟ ما حصلش، لا زال عندنا التليفون الأرضي موجود وعندنا اتصالات سلكية بشكل معين، ولكن عدد الناس المعتمدين عليها قل كتير، فالموضوع مش هيتلغي تماما. طيب احنا كمهندسين مدني مطلوب مننا ايه؟ مدني كتخصص وتخصص واسع جدا، سواء احنا شغالين انفراستراكشر، شغالين ترع، شغالين شبكات مية وصرف، شغالين كونكريت وديزاين للمباني. انا ما شفتش برنامج بيقدر يشتغل من غير مهندس. البرنامج ممكن يديني مجموعه من الاقتراحات، ولكن لحد دلوقتي ما شفتش برنامج بيقدر يشتغل من غير مهندس. انا اللي باخد القرار لسبب بسيط، لان انا كمهندس صاحب الحاجه. البرنامج او الكمبيوتر او الارتفيشال انتليجنس هو ملهوش رغبات، هو مش عايز يعمل حاجه، وبالتالي لو عليه هيفضل مطفي على طول. فاعتقد ان احنا كمهندسين دورنا ان احنا نبتكر اكتر. ما اعرفش يعني جاوبت على حضرتك ولا لا، بس نفس السؤال حضرتك بتتكلم فيه انا بسال نفسي نفس السؤال، ايه اللي ممكن اعمله علشان اميز نفسي عن الروبوت؟ ان انا اعمل الروبوت ما بيعملوش، اشوف ايه الروبوت ما بيعملوش واروح اعمله، او اللي الروبوت ما بيقدرش يعمله واروح اعمله. هل مثلا حضرتك، ما اعرفش حضرتك شفت الموضوع ده ولا لا، كان قريب في عمليه ارتفيشال انتليجنس بيجمع المقطوعات بتاعه باخ مثلا او المقطوعات بتاعه بيتهوفن، وبعد كده يالف هو واحده شبههم من عنده. تمام، حصلت، كانت نازله على جوجل ان الكمبيوتر بيالف موسيقى. هل هو فعلا بيالف موسيقى؟ لا، هو خد الحاجات بتاعه باخ وخد الحاجات بتاعه بيتهوفن وعمل حاجه. هل ده يخلينا ما نعرفش نألف موسيقى؟ لا، بنألف موسيقى احسن منه، مش انا يعني، بس الناس اللي هم شغلتهم موسيقى. فهل ممكن الكمبيوتر ياخد شويه التصميمات بتاعه زها حديد مثلا ويعمل زيها حاجه تانية؟ ممكن، بس في الاخر احنا اللي محتاجين، احنا كبشر عايزين نعمل حاجه لخدمتنا احنا. فاعتقد ان احنا ادرى باللي احنا محتاجينه. مش أستاذ محمد، مسلسل النهاية لو حضرتك شفته كان بيتكلم إن هيبقى في كارثة في المستقبل لو قدرنا نستخدم الآلات. شفت المسلسل ولكن الفكرة مش فكرة الآلات مش عايزة حاجة. يعني نقطة اختلف فيها تماما مع المسلسل، إن هو بيتكلم إن هو بيعمل دمب للوعي البشري. هو في الآخر إدى للآلة دي وعي بشري، إدى لها رغبات. الآلة عايزة تعمل كذا، الآلة عمرها ما كانت عايزة تعمل حاجة. الآلة مش بتعوز. الآلة بتعمل اللي احنا بنقول عليه. تمام. باشمهندس أحمد. أحمد أبو العنين. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس أحمد أبو العنين، ماجستير إدارة مشروعات الهندسة القيمية. سيرتيفايد بي ام اي. شكرا جزيلا دكتور محمد يعني على العرض الرائع اللي حضرتك قلته وتفتيح لمواضيع جميله جدا. حابب بس ربنا يخليك، اتفضل يا فندم. فعلا يعني شيء كويس جدا، بس حابب اقول ثلاث اجزاء معلش بعد اذن حضرتك. اتفضل. بعد اذن حضرتك، انا قبل كده كنت عملت محاضره عن الحديد، فاهم حاجه كنا ذكرناها صوره الحديد كاحنا مسلمين، سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحديد مادة نازلة من السماء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالحديد من المواد المثالية، سواء منحنى الضغط أو منحنى الشد متساوي فيها. فدي كان يعني حضرتك يعني شيء من اللي حضرتك بتحاضر كتير، يعني حضرتك تبقى تنوه عليها من إبداع خلق الله في هذه النقطة يعني. ودي من جمال وكمال الحديد في الموضوع ده، ولا يوجد منفردا ابدا الحديد.
نمرة اتنين حضرتك، بعدين حضرتك في آخر المحاضرة أنت حضرتك نوهت على إن نتيجة الذكاء الاصطناعي، لأن هو الروبوترات ممكن دلوقتي إنها بتفوز على المستخدم العادي للشطرنج وما شابه، يعني هل نتوقع إن هي هتديرنا بعد كده، ولا زي ما أنت حضرتك في نهاية الإجابة للسؤال اللي فات ان هي احنا برضو اللي هنبقى متحكمين؟ الشق الثالث بقى حضرتك ان هو يعني يعني الموضوع حضرتك كان يبقى فيه تركيز اكتر على حاجة معينة عشان نطلع بحاجة واحدة حلوة قوي يعني، فلان بصراحة المعلومات غزيرة فمن كترها مش عارف تلمها منين، فاهمين حضرتك؟ فلو كان يحصل تركيز على حاجه معينه بالذات، يعني حضرتك كنت بتركز على برج خليفه، فكان يعني عدد المالتي ستوري جت منين والتحمل ازاي، ازاي التحميل جه حصل، يعني كحاجه تفيد المهندس المدني او المهندس الانشائي. انا بعتذر لو الاسئله بتاعتي ما كانتش مناسبه او حاجه، لكن انا حابب الموضوع، وزي ما انا قلت لحضرتك في الاول انا فرحان ان المحاضره ان هي ربنا يتم فيها بخير وتكون فيها سعاده يعني، فالحمد لله برضه تفتح مواضيع جميله. شكرا يا باشمهندس محمد، وشكرا للمهندس عمر سليم على اتاحه هذه الفرصه. شكرا يا فندم، اتفضل. الله يكرمك يا استاذ. طبعا شكرا لحضرتك على حضورك قبل اي حاجه، وشكرا على التعليق القيم دوت. بالنسبه لجزء سوره الحديد، وانزلنا حديد في الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نعم. المحاضرة دي هي بالنسبة لي هي جزء المحاضرة الثانية، مش هنا بس ده مش عذر ليا هنا انا عارف، ولكن كان الجزء الاولاني من المحاضرة دي كان بيتكلم عن الحديد كمادة، كمادة مثالية. تمام. كمادة كنت بسميه ايرن فيزيتورز فروم ستارز. تمام. وكنت بتكلم عن نشأة الحديد في قلب النجوم النيوترونية، ولكن في بيم أريبيا احنا هنا بنركز اكتر على الجانب المعلوماتي للتكنولوجيا البيم، من ان انا بتكلم على الحديد كمادة او كعنصر او بتكلم على الماتيريال بصفة عامة. فيمكن نظرا للمقام اللي احنا فيه فغيرت المقال طبقا لان اركز اكتر على التكنولوجي أب من ان انا اركز على الماتيريال. استاذنك في المداخله في الحته دي، انا اللي خلاني اذكر هذه النقطه ان حضرتك لما ذكرت عن السفير اللي ما اعرفش رقم كام اللي قلت عليه، وان الناس اختلفت تمام واتكلمت بلغات مختلفه، فكون انك نذكر كده طب ليه ما نذكرش كده بس؟ لا هي الفكره بس انا كنت عايز الاقي حاجه عن برج بابل وبتتكلم عن المعلومات، فهو ده كان الريفرنس كنت جايبه من مجله بريتانيكا. اتفضل. تمام. تاني جزء بالنسبه للتحكم هل الذكاء الصناعي هل هو هيتحكم فينا؟ الفكره ان هو ده بيحصل فعلا في شركات كتير بتستخدم انظمه اداره، دي موجوده فعليا من حوالي مثلا 7-8 سنين. أنظمة إدارة بتدير شركات بالكامل، بتاخد الخبرات بتاعتهم، كان في حاجة اسمها Expert Systems، بتاخد خبرات الناس وتجمعها وبتتخذ بعض القرارات المسبقة، ولكن في الآخر حاجة زي كده مش بتسمح للشركة دي إنها تتطور. الحاجات اللي زي دي، السيستمز اللي زي كده حتى الآن ما بتسمحش للشركة نفسها إن هي تتطور، لازم يكون في راس بشري فوق السيستم دوت. نقدر نقول ايه هو اندر كنترول، اندر كنترول، لان الرغبات البشريه هي المحرك الاساسي اللي احنا بنعمله. صح غلط، بس في الاخر الرغبات البشريه لينا احنا هي اللي بتخلينا نتحرك. تمام. لان هو الكمبيوتر مش عايز حاجه، الروبوت مش عايز حاجه، هو احنا اللي عايزين. ما عندوش شهوات، ما عندوش رغبات، ما عندوش شهوات، ما عندوش تطلعات. وبالتالي احنا بنبنيه علشان ينفذ لنا اللي احنا عايزينه. هو مدير الشركه بنيه علشان يدير الجزء التكنوقراط في الشركه، الحاجات اللي بتتعمل بشكل ايه، بشكل سيستماتيك، ويمكن تقسيمها لاجزاء اصغر. تمام. وبالنسبه لان هي اوفر فيو المحاضره موجهه لناس كتير قوي،
من مختلف الخبرات. في ناس بخبرة حضرتك بتحب حاجة بشكل متخصص جدا، وممكن يكون في معنا طلبة لسه في الكلية، فحبيت ان الموضوع يكون واسع بالظبط، يفتح مواضيع يمكن لو حد عجبه مجال من المجالات. انا عن نفسي اشتغلت في الارتفيشال انتليجنس، اشتغلت في الماشين فيجن، واشتغلت في البرودكشن طبعا كمهندس انتاج، واشتغلت في الداينامكس الفايبريشن اناليسيس والماشينري كونديشن فولتس، الماشينري كونديشن فولت ديتكشن. فلفت مجالات كتير علشان الاقي المجال اللي احب ان انا اتحرك فيه. بس فاحب افتح المجالات لناس. انت قلت منك من اولى ابتدائي وانت بتحب الكمبيوتر، يعني ما شاء الله كده. شفت انا مركز معاك ازاي؟ ربنا يخليك. سعدنا بيك يا باشمهندس محمد. انا اسعد يا باشمهندس احمد. نترك المجال لاحد الزملاء الاخرين. شكرا يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في سؤال باشمهندس مهندس ايمن بيقول، هل الى اي مدى يتم ربط السوفت وير مثل تكلا بمكنات التصنيع اوتوماتيك؟ بمكنات التصنيع اوتوماتيك على حسب الماكينات مصنعه في انهي عصر. يعني احنا شغالين في مصر مثلا، ممكن بتلاقينا بنجيب مكن سي ان سي معمول سنه 1970 استعمال، ويقول لك ده ايطالي يا جماعه شغال زي الفل. الله ينور. يعني الرد انا عارف ان هو مش اكاديمي قوي، ولكن انا هروح اشتغل على مكن مثلا بيقبل الان سي فايلز، تمام؟ في سوفت وير التكلا بيطلع ان سي فايلز بيديها للسوفت وير، بيديها للمكنه. في مكن بيقبل الان سي فايلز وبيدي فيدباك، فده بيديني قدره اعلى على الرد، وبيديني قدره اعلى على الانتجريشن مع برنامج زي تكلا. في ناس بتقفل على نفسها، يعني مثلا مكان زي فيتشر مثلا ايطالي من الشركات الكبيره جدا في مجال التصنيع مكن السي ان سي. ففيتشر الكنترولر بتاعها مش بيرد غير على برنامج ستيل بروجكتس، تمام؟ ستيل بروجكتس كبرنامج هو برنامج اللي هم عاملينه علشان بينترفيس مع المكان بتاعهم، وكانوا لحد اخر مره شفت فيها يعني كان ستيل بروجكتس هو مقفول على المكان الفيتشر، ما يشغل مكان تاني بس مكان الفيتشر ما بيديش فيدباك غير للستيل بروجكتس. في حين ان في مكان تاني مثلا زي فورتمان بيشتغل على تكلا، وبيشتغل على فاكترول، وبيشتغل على ستور ماي اس، الاي بي اي كودنج بتاعه مفتوح، وبالتالي تقريبا اي مكنه حديثه مثلا انتاج العشر سنين اللي فاتوا اعتقد هتنترفيس مع تكلا من غير اي مشكله. في الحالتين، في الان والاوت، اللي هي بتاخد الداتا وتصنعها، وفي نفس الوقت بتدي فيدباك بالكومبليشن بتاع البورت. هل اجبت السؤال؟ تمام يا فندم، جزاكم الله خيرا. بالتالي الاسئله كده كلها خلصت يا استاذ محمد، فشاكرين الحضره الله يكرمك يا شمس، الف شكر. ربنا يخليك. عموما لو في اي اسئله ثانيه او اي حد فكر في اسئله ثانيه، انا كنت عايز اسيب ايميلي لو حد عايز يبعت لي الايميل، ممكن ما اعرفش حضرتك تبعته لهم ولا اكتبه هنا. حضرتك عايز تكتب عشان يوصل الناس كلها ان شاء الله. تمام. اكتبوا على الشات. ومصر ان اكتب عربي ما اعرفش ليه. ده ايميلي، وهكون سعيد جدا جدا باي اسئله تجيلي، وان شاء الله اقدر ارد عليها في اسرع وقت ممكن. موجود على الشات، ما اعرفش لو حابين ان انا اكتبه هنا على في الباوربوينت برزنتيشن برضو.
تمام. وشكرا جزيلا على الحضور، وشكرا لحسن استماعكم.